السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. واصل مجلس النواب الحالي عقد جلسته الرابعة ضمن جلسات التصويت على الموازنة، حيث صوت على عدة مواد من ضمنها المادة 42 المتعلقة بضرائب الوقود، وسخر ناشطون عراقيون من نواب الكتل السياسية بسبب كثرة الأخطاء اللغوية خلال تقديمهم لإحاطتهم ضمن جلسات البرلمان المنعقدة بشأن تمرير الموازنة المالية. وقال الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ليس غريبا ما آل إليه حال البلاد من انهيار وضياع للحقوق مع وجود نواب لا يجيدون حتى القراءة وأبسط قواعد اللغة العربية. دعونا نشاهد كيف أخطأ هذا النائب أكثر من مرة عند قراءته لنص إحدى مواد الموازنة. بموجب أحكام قانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل، التصرف بالعقارات التي من التصرف تمنع من التصرف تمنع من التصرف بالعقارات. لا لا لا، اقرأ من البداية بس بعد المعدل تصير من التصرف. جيد. نعم. ثامنا، تمنع الجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب أحكام قانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل من التصرف بالعقارات التي تمتلكها من الدولة التي تملكتها أو تتملكها من الدولة. هسه تتملكها لو تتملكها؟ لا، التي تملكتها أو تتملكها من الدولة، تملكتها بالسابق وتتملكها باللاحق. ثامنا، تمنع الجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب أحكام قانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل من التصرف بالعقارات التي تملكتها أو تتملكها من الدولة، سواء كانت إفرازا أو بيعا أو توزيع أرض لمنتسبيها أو توزيع أراض لمنتسبيهم أو غيرهم. نستمر مشاهدينا الكرام مع سخرية العراقيين تجاه النواب الذين لا يجيدون القراءة أو يعني تعثروا أثناء قراءتهم. كانت مصادر قد أكدت في وقت سابق وجود نحو 60 نائبة في الدورة الحالية نائب ونائبة لا يجيدون القراءة والكتابة على نحو سليم، في مؤشر يدلل على ثقافة من يتصدى للمسؤولية في العراق في ظل تفشي الأمية. هناك مقطع آخر يبين الأخطاء التي وقع بها بعض النواب عند قراءتهم لنصوص مواد الموازنة، لنشاهد. سيد النائب، نعم. اقرأ. مليار عيدة تقرأ. مليار وثمانمائة وستون مليون يورو. نعم. عيد قراءة. مليار وثمانمائة وستون مليون يورو. بمصادقة مجلس المحافظة في الموازنة 3 تريليون و669 مليار دينار لمشاريع البرنامج الحكومي. 3 تريليون و669 مليار دينار لمشاريع البرنامج الحكومي. دال لوزيري المالية والتخطيط صلاحياتها. تم نقل صلاحياته لهذا العام لعام 57 مليون دولار لعام 2023 بضمانته أو بضمانته وزارات الكهرباء والصحة. وزارات الكهرباء والصحة الآتي يوم صحيح. مشروع الدورة المركبة لمحطة الصدر واحد الاستمرار بالإقراض من البنوك بالاقتراض من المدرجة سابقا والمدرجة سابقا. لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. كرور الخفاجي يقول هاك استلم،
هم ذولا يحكمون العراق؟ مجموعة جهلة مع الأسف. أي والله. تعليق من هبة تقول: أعضاء اللجنة المالية ما يعرفون يقرون أرقام، والمشكلة عادين موازنة بلد لثلاث سنوات، كارثة، بالعافية على هذه المهزلة. رياض الفلاحي يقول: هذول يمثلون واجهة العراق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعمار يقول: نواب وقوط وأربطة، عمي خلي رجعوهم المحو الأمية يعيدون دراسة الحروف الأبجدية. هذه كانت بعضا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذين المقطعين اللذين عرضناهما قبل قليل. دعونا ننتقل إلى الموضوع الثاني. يبدو أن الشوارع في العراق لم تعد بحسب الناشطين في حقوق الإنسان ملكا للجميع، بل أصبحت حكرا على المسؤولين ومواكبهم. فمنذ عدة أعوام أضحت مواكب الحمايات الشخصية تقطع المرور في الشوارع التي تمر بها بسياراتها المصفحة، وتسبقها وتتبعها شاحنات مدججة برجال يحملون الأسلحة، وتحولت إلى مظهر مسيطر في الشوارع. وتصنف أهميتها بحسب انتماءاتها للشخصيات التي تقوم بمهمة حمايتها وتسليحها. انتشرت مواكب الحمايات الشخصية بشكل يبدو وكأنه خرج عن السيطرة، بحيث لم يعد بالإمكان التمييز بسهولة بين سيارات المسؤولين الحكوميين أو أعضاء مجلس النواب أو سياسي الأحزاب الكبيرة منها أو الصغيرة، أو حتى زعماء الميليشيات وأبنائهم. في المقطع الآتي مشاهدينا الكرام، تداول عراقيون هذا المقطع بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي لتجول ابن مسؤول حكومي برفقة سيارات الحماية المخصصة لوالده والاستعراض بالسلاح في مشهد أثار غضب العراقيين. لنشاهد. نترك لكم التعليق مشاهدينا الكرام على هذا المقطع، وسنأتي بعد قليل أيضا لمقاطع ضمن نفس الموضوع، لكن الآن نستقبل بعض الاتصالات. معنا السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا شفنا اللقطة اللي البرلمان اللي قاعد يتكلم وكأنما أجلكم الله، يعني مو متعايش ويا بشر، ما متعايش ويا ناس مثقفين، ما متعايش ويا ناس إنه إله مكانة بالدولة ولا هيبته بالدولة. هذول هم الناس اللي هم يعني اللي بيحكمون بالعراق من 2003، دليل على انه اللكلكه ماته، ودليل على انه القراءه، ودليل على انه الابتدائيه ما مخلصه. فكيف يعني انه يعتمد العراق من هيك ناس، يعتمد على بانه المسؤوليه عليه وكل اللي قاعد يصير بالعراق عندنا. وهذا مشهد يعني يروي للعالم اجمع بالغرب وفي الشرق بانه العراق هذول الناس، يعني نقدر نقول
أكثر من حرامية وأكثر من ناس اللي ما يفهمون إنه تقديم البلد شيء يقدمونه وشيء يأخرون من عنده وشنو اللي مطلوب عليهم. فهم كلام ما يقدرون يتكلمون بصورة يعني العربية الفصحى. لو كان عندهم هاي يعني نقدر نقول يعني المفهومية والثقافة والشهادة اللي هو متخرج من عنده والمكانة اللي هو لازم أن يكون بيها. للأسف هذول ناس يعني مع الأسف العراق اللي قاعد بنشوفه ناس بيحكمون بهيش مكانه وبهيش منصب يحكمون العراق أكثر من 40 مليون نسمة. فشترجع من هيش ناس يعني مو فشلة ومخازي أنه يقعد الرئيس البرلماني يصحح لهم وكأنهم طلاب مدرسة؟ يعني ذولا يمثلون شعب العراق اللي في تاريخه تم اختراع الكتابة. ذولا استاذ محمد احنا كل تاريخ الحكومات قبل 2003 ولحد الان ما في اليوم شفنا شخص هيك يتكلم وإلى مكانه حكومه بالدوله وإلى يعني منصبه. فللاسف هذول يعني خجلوا العراقيين يعني هيبه العراقيين نزلت اسفل السافلين من يشوف العالم. احنا كعراقيين مو مشكله بس العالم من يشوف هذا المشهد وهذا الموقف اللي قاعد يتكلم به بغير لغه عربيه فصحى وشخص يتجاله بأنه هو قاعد مرحلة ابتدائية والمعلم قاعد يرده. فيعني اشتدرج من هيك ناس حتالات ناس قتلة وناس مجرمين. أشكرك أبو عمر من بغداد ويانا السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أولاً في ملاحظة جدا مهمة أستاذ محمد قبل أخذ الموضوع. ترى ذولا مثلوا يمثلون 22% فقط من الشعب العراقي. إيش قد العفو؟ إيش قد؟ 20 لو أقل من 20% ذولا يمثلون. نعم. يعني بالانتخابات ايش قد مثلوا من الشعب العراقي ذول اللي دخلوا بالانتخابات؟ نعم مو 20% لو انا اقل حتى يعني بحسب ارقام حتى المسؤولين الموجودين. احسنت حتى 18% يعني ما بدي اقول 18%. ثانيا اكو فد مفهوم جدا واضح. يعني احنا يوم على يوم بنزداد يقينا ان ذول ما جايين من اجل الشعب. يعني بالضبط مثل اللي صار لي كم يوم اتابع كانما فيلم اكشن انه اصاب باقه بوينغ وقاعده شلون تتقاسم هاي الفلوس. بالضبط هيك العمليه. لانه العمليه جدا سهله. انبوت ناقص اوتبوت يساوي اكوميليشن بالانجليزي. بالعربي الواردات ناقص المصروفات يساوي الرصيد. ما بيفت علم انه يجي يطلع لي واحد ما يعرف يقرا ما يعرف يكتب ما يعرف هاي. هذا جاي عن طريق الحزب. فش تتامل من ذولا؟ تدري يعني. تدري ابو احمد البارحه اليوم احنا احد نعم البارحه كانت اكو صور انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ويجلس بجانبه رئيس دولة الامارات محمد بن زايد دي يشوف السيارة الجديدة اللي اخترعتها تركيا قاعدة وقاعدة بالصدر وهو اللي عند المقود رئيس الامارات دي يشوف الى اين وصلت هذه الدولة بالتطور والتقدم. واحنا بنفس الوقت ايضا نطالع في مواقع التواصل تطلع مقاطع الجماعة ببغداد بالبرلمان وصورهم يتعاركون وفوضويين على شلون يقسمون الكعكة وهذه الفوضى اللي صار لهم 6 أشهر مقارين موازنة مالية البلد. وإحنا دول جوار. مدى أقول لك فيلم عصابة ما له علاقة فيلم عصابة وقاعدين شلون هاي الفيلم يقاسمون العصابة ورا مكتبوك بنك يقعد تقاسم هاي لك وهاي إلي لا أعطيني هالقد. فهاي الموضوع ما ينحل إلا إن شاء الله بحق هاي الأيام الحرم الأشهر الحرم بلكي نسمع بيان رقم واحد من الطبقة بس هاي من الله سبحانه. نعم. يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك سيد أبو أحمد. أبو عبد الله من أربيل تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله حياك الله. ألو الله يحييك أستاذ أحييك وحيي المستمعين والمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. أستاذ أنا عندي بالنسبة للموازنة يا أخي والله نعم. ما أدري أكو مجال أحكي الموازنة عادي؟ تفضل. أي نعم الموضوع الأول كان عن النواب داخل البرلمان. إيه عن النواب. نعم. لا والله مو عن النواب. هالنواب معروفين. أنت تتكلم عن تتكلم يعني باللي ترغب بيها أبو عبد الله. إيه النواب هاي معروفين مؤدلجين هم كلهم كل من حزبه وأدلجته شو يقولوا له هو يقول إيه حافظ مثل الآلة يرفع إيدك انزل إيدك. طيب. نعرفه وأغلبهم حتى قراءتهم قوية. نعم. تعليقك على الموازنة يا أبو عبد الله. التعليق على الموازنة أنا أريد أقول أهل الجنوب أهلنا بالجنوب الشيعة المظلومين المخدوعين يعني معقولة بالله عليك أنت تخصص أموال مساعدات للصومال
وجزر القمر والسودان وحتى الفلسطينيات مو مشكلة، فلسطين قضيتنا مو مشكلة، ساعدوهم اخواننا هذول ومسلمين واحنا وراها نحرر القدس ان شاء الله، مساعدوهم مو مشكلة، بس كنا شغلة بالسودان، كنا شغلة بالصومال، كنا شغلة جزر القمر. اقول لهم قبل ما توصل مساعدات خلي الشعب بالاخص الشيعة بالاخص لان مظلومين فدنهم على مود هذول سياسيهم واللي حاطين هذول ما يستحوش، خليهم يروحون لهالدول بلكن مساعدات من العراق اللي وصلت هناك ايه بلكن يروحوا شيء هناك. نعم كل العراقيين كل العراقيين متضررين يا ابو عبد الله، الموضوع ليس طائفه معينه او فئه، كلهم متضرر بس بالاخص اخواننا الشيعة. اخي هذول احنا حركه الاخوان كنا يوقفوا لهم، الاخوان الكرد يوقفوا لهم، بس هذول من يوقف لهم؟ والمشكله هم يروحون ينتخبوهم. المشكله هي ابو عبد الله، شوف بالانتخابات الاخيره كان اكبر دليل انه جميع طوائف الشعب العراقي قاطعت هذه الانتخابات، واللي صوتوا لهم المنتفعين وبعض الماجورين اللي ذهبوا الى صناديق الاقتراع ولطخوا ايديهم بحبر التصويت، لكن الغالبيه العظمى من العراقيين قاطعوا العمليه السياسيه ويقاطعون هذه الانتخابات او كل ما تفرز الحكومات المتعاقبه بعد 2003. يعني الأغلبية ما نقدر نقول بأنه الشيعة دي ينتخبون أو السنة دي ينتخبون، الشعب العراقي بالمجمل قاطع، واللي بقوا هي فئة المنتفعين اللي تابعين لهذه الأحزاب أو المأجورين اللي جاءوا بالأموال من أجل التصويت، وذولا ما يمثلون نسبة الشعب العراقي الكبيرة. أستاذ صحيح حكايتك، إحنا خلنا نتكلم بواقعية، يعني هذولا وراء الانتخابات اللي صعدوا اللي رشحوا نفسهم قالوا احنا مستقلين، وين هم المستقلين؟ قل لي يوسف الكلابي مستقل؟ لا والله. يوسف هذا مصطفى سند مستقل؟ لا والله. من هم مستقل؟ يعني هم يساعدون هم يعرفون ما ينتخبون استاذ، بس يساعدون فكم اشخاص ما معروفين على اساس هذول المستقلين، هذول يخلون املهم بهم يا ابو بكر يسوون تغيير وكل شيء ماكو. هم مأدلجين هم نفس الشيء، بس ناس مخادعين، ناس كذابين، ناس موارين، يعني شو تقول عليهم؟ الصفات مو زينه بيهم. طيب بيهم استاذ. انا اشكرك يعني ابو عبد الله، اشكرك واعتذر منك طبعا لان الوقت ضيق لدينا. نكمل مشاهدينا الكرام، لدينا طبعا عرضنا لحضراتكم قبل قليل المقطع الذي شاهدتموه الذي يبين استهتار ابن احد المسؤولين بسبب سلطة والده وبسبب المخصصات والامتيازات من سيارات وحماية وسلاح، وكيف أثار الذعر والإرهاب في شوارع العراق عن طريق إطلاق النيران بشكل عشوائي، وعن طريق هذا الاستهتار الذي يمكن أن يقود إلى حدوث حوادث سير في شوارع العراق، في شوارع بغداد أو أي محافظة أخرى. نكمل مع هذا الملف. أكثر من يكون على المحك مع مواكب المسؤولين هم رجال المرور الذين عادة ما ينصاعون لضغوطات المواكب، إلا أن رجل المرور الذي سنشاهده بعد قليل في منطقة الكرادة ببغداد أصر على عدم السماح لموكب مسؤول بالمرور بالرغم من ترجل عدد من أفراد حماية المسؤول وطلب فتح الشارع منه. لنشاهد. في هذه الحالات مشاهدينا الكرام، وعندما يسعى أحد رجال الأمن إلى تطبيق القانون فعلا حتى وإن كان على المسؤول، يبدأ هنا المسؤول بالغضب. المشهد السابق الذي شاهدناه لا يمضي بالعادة بأمان كما حصل مع القصة التي سنعرضها بعد قليل، حيث اندلع شجار بين ثناء الربيعي وجاسم العلوي وهما نائبان عن دولة القانون مع رجل مرور اعترض موكبهم، تجاوزوا عليه لفظيا في مشهد يبين سطوة الأحزاب وعدم انصياعها للقانون. لنشاهد.
الله للناس انتم تقولون القانون فوق الجميع. وين الجميع؟ نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أمل يقول أو تقول: يعني وإذا نائبه تغلطون على رجل المرور لأن يؤدي واجبه، وأنت أيضا لا تصيحين واحترمي رتبته، مو صايرة نائبة وتعلين صوتك على رجل يقوم بواجبه. مصطفى يقول: والله وقت ترفع صوتها على مقدمش كبرش قده وتريد تضربه، إلك الله يا عراق. علي يقول: لو ميليشيات فنها هي وحمايتها تفك حلقها. ويحيى يقول: باكر تلقاه على الحدود يا مسكين. ويانا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. أستاذ محمد، وعليكم السلام ورحمة الله. وياك أبو عمر تشرين من الناصرية. أهلا يا أبو عمر. طبعا بالنسبة ذولا البرلمانيين ذولا مستهترين، هذا استهتار، هذا استهتار. طبعا هذا كان حافي وجل للسلطة لقى بوق مستمر، زين ذولا تنعموا بالفلوس عمي، وثانيا ذولا ما لهم شغلة بالبلاد، ذولا اولا ذولا مو عراقيين، يعني ذولا ما جاي مسنوننا. أبو عمر، ذولا تبع دولة القانون اللي زعيمها يقول سنعيدها دولة. شلون يعيدوها دولة وهم يتجاوزون على القانون وعلى رجال المرور وعلى رجال الأمن بشكل عام؟ ألا تعيد نظام القانون بالعراق. أول مرة احترم نفسك، احترموا نفسكم وصيروا خوش وادم. هذا هيك قانون، هذا يعني تعتدي على شرط المرور بالشارع خطيه، يعني كاسه الحار، يجي الشتاء كاسه البريد، يعني هذا جاي نظم السير، يعني هذا النظام. هو هذا النظام، انت لو ضربت النظام انت اصلا ما تعرفون شنو النظام. وبعدين اكو نقطه، حصانه البرلماني داخل قبه البرلمان هو مواطن مثل غيره، المفروض هو موظف في الدوله لخدمه الناس، على أي أساس يكون إلى استثناء بكسر الطريق والتجاوز على القانون والتجاوز على بالشوارع اللي ممكن تؤدي إلى حدوث حوادث أو اختناقات مرورية؟ على أي أساس؟ لأن بالنسبة محمد ذولا مستهترين، يعني أنا هذا بلادي، أنا يعني أحترم المواطن، أحترم الشرط المرور، أحترم نفسي. هذا السير من أوقف السير، أنا مو على رأس ريشة، على تيجي تسوي بلاد أنت وتحترم القانون، لا أحتفظ بالقانون باحترام، زين مو ترجع مرة برلمانية أجيد تعتدي على الشرطي. من تكوني أنت؟ من تكوني يعني؟ من تكوني؟ ولا برلمانية، وعلى شنو أنت ما جيت شنو؟ يعني ذولا اللي هم يمثلون المفروض نظريا يمثلون القانون، وذول اللي هم داخل القبة التشريعية اللي تخرج عن طريقهم القوانين، هم اللي يتجاوزون على القانون، هم اللي يخترقون القانون. شنو بالنسبة للمواطن العادي إذن لما يشوف إنه ذول اللي هم المفروض قدوة أو النخبة اللي تمثل الشعب العراقي هم اللي يعتدون على رجال المرور، على رجال الأمن، يتجاوزون على القانون ويستغلون السلطة؟ شلون حيطون عبرة إذن، أو حيكونون مثل يقتدى به بالنسبة للمواطن في احترام القانون؟ طبعا بالنسبه على عم محمد، ذولا ما جاي يطبقون القانون، ذولا مو قلت لك، ذولا اصلا ذولا فلوس، ذولا بلا اموال، يعني ماخذين مصدرين على الشرع بفلوس ومال حرام. نعم.
يا لولا هذول ما يفرقون قانون عمي، عرفون شنو القانون؟ هم القانون القانون هذا بلادك على 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 ما على ما تأسس القانون صورة صحيحة أنت فاشل، أنت فاشلين فاشلين. زين كيف أنت المواطن العادي شلون من يشوفك؟ زين لولا شوفوا الدول هاي المتقدمة، شوفوا عيب عليكم عيب عليكم. شنو موازنة؟ موازنة ما تعرفون تحجون. أزيدك بيت من الشعر عكم مسلسلة عراقية عم محمد مال موسى الحلاق، هسه هاي طبقت عليهم صح؟ نعم. أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. عبر عراقيون عن امتعاضهم من تهالك منظومة الكهرباء مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأعاد مشهد انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأعمدة والأسلاك الكهربائية نتيجة العواصف أعاد سيناريو إخفاقات الحكومات المتعاقبة في حل معضلة الكهرباء المستمرة والاكتفاء بالوعود الكاذبة بتحسين واقع الكهرباء. طبعا انتشرت مقاطع مصورة في منصات التواصل الاجتماعي والتي عبر من خلالها العراقيون عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي وسوء الصيانة والرقابة من قبل الجهات المعنية. أظهرت اللقطات التي ستشاهدونها بعد قليل من داخل جامعة بغداد شكوى من الطلبة بسبب انقطاع الكهرباء وحالها المتدهور خلال أداء الامتحانات والتي تسبب انقطاعها بمعاناتهم. لنشاهد. الطلاب حالهم كهرباء وطنية ماكو بجامعة بغداد، جامعة وبالك عني وطنية ما بيها، دي يمتحنون طلاب بالحر بالأقسام أي كهرباء ماكو، فد وضعية ما سولفكم شنو بالضين. وأنا عبد الله كناني مدير الناحية تقول أنا واني وعلى المولدات تفتر تجيب لهم نافذ مولدتين خطية، دي يمتحنون الطلاب مسلوقين سلك، تعالوا شوفوا الوضعية. الطلاب باوع امتحانات بالحر وكهرباء ماكو وفد وضعية يرسالها، هو هذا حال الطالب العراقي. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام ضمن هذا الموضوع. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أخرى من كلية المأمون التي أجلت امتحانات يوم السبت بذريعة عدم وجود الكهرباء في سابقة جديدة لم تحدث من قبل، بالرغم من إعلان وزارة الكهرباء الاستعداد مبكرا تزامنا مع الامتحانات النهائية الوزارية وامتحانات الجامعات. لنشاهد. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول: ويريدون يستحدثون دراسات عليا بالأهلية. تعليق من حسين يقول: ليش ماكو مولدات؟ لو بس كرف فلوسه بالجيوب. عباس يقول: كلية مثل المأمون بلا كهرباء، هسه تطلع ما تدفع قائمة الكهرباء. ولدينا تعليق من محمد يقول: اليوم رجعوا ابني، قالوا له الامتحان تأجل لأن ماكو كهرباء. مشاهدينا كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر في حلقتنا. يمثل قطاع الخدمات أحد أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيرا على الحياة السياسية اليومية في العراق، فهذا القطاع الذي يشمل الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وتعليم واتصالات شهد إنفاق الكثير من الأموال الطائلة دون تغيير حقيقي في البنية التحتية التي لا تزال تعاني رغم توسع قاعدة المستخدمين. وتعد الجسور شاهدا كبيرا على الفساد الذي يصاحب عمليات تنفيذ المشاريع. ففي بغداد رصد مواطنون انهيار دعامة رئيسة لجسر قيد التنفيذ قرب مجمع بسماية في مؤشر على الفساد في إنجاز هذا المشروع. لنشاهد. يا أهل بسماية وينكم عيني؟ وينكم الخمسين نبسكم على الجسر؟ وشوفوا هذا جسركم بعد ما مشت فوق السيارة كلها ويطاع عندكم كيفين جاسركم جسر أدرس حاطين بيه حاطين بيه سبين توش أتكلم عن خاطر الله ومحافظة بغداد ورئيس الوزراء استخدمنا هذا الفيديو.
مستمرون مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، من بغداد ننتقل بكم إلى محافظة المثنى، حيث اندلع مؤخرا حريق في قالب الصب الخشبي لفضاءات مجسر الصدرين في مدينة السماوة، وسط اتهامات لجهات متنفذة تسعى للاستحواذ على المشروع بالتسبب بهذا الحريق. لنشاهد. نبقى مع نفس الموضوع وننتقل بكم من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، إذ استغرب مواطن من محافظة ذي قار من حال جسر تستعد السلطات لإنجازه بعد انتشار الثقوب فيه بشكل لافت، وتساءل المواطن عن مصير هذا الجسر عند افتتاحه بعد أن بدا عليه الإهمال وعدم الدقة في الإنجاز. نشاهد. زين هذا الجسر بعد ما مفتوح وهذا واقعة، مثلا الجسر داخل معركة طاقة عليه عبوة، سولفونا استاذ علاء استاذ محمد، هم زحمة من المواطن، حتى لو ترتبونه وقلونا هذا المقطع الكل مسؤول، نريد نشوف هذا الجسر وبالرقعة. زين بعده ما فاتحينه وهذا واقعة، والدوبة أحد الدوب طبي هالماي وشالوه، هذا هبة المحافظة ذي قار ببلاش، هدية لو بالميزانية، من الميزانية. زين إذا من الميزانية ماكو مسؤول يراقب، ماكو شركة بيها رصانة تجيب جسر جديد وتسويه، وصلونا هذا المقطع للجهات المعنية والمحافظ ذي قار. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. كاظم يقول: المسؤولين نايمين، يعني معقولة مؤسسات دولة تحتاج أحد ينبههم لمتابعة أعمالهم؟ ونجوان يقول: المفروض دائرة الطرق والجسور عندهم فحص دوري للجسور والمجسرات لتفادي الكوارث، لأنه إذا انخسف هذا الجسر كارثة تصير. تعليق من أم زهراء تقول: والله عيب بالعراق، أبو الخيرات هيك يصير بأبناء شعبه؟ المفروض العراق أكثر دولة تطور ويكون بها إعمار، حسبنا الله ونعم الوكيل يا سارقين يا سارقي البلد. وشمس الدين يقول: صدق كذب، يعني حياة العراقيين هيك صارت رخيصة أو هيك صارت رخيصة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لدينا رسالة من السيد أبو مالك من أمريكا يقول: أستاذ محمد تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين المجاهدة. أستاذ محمد، موضوع الموازنة، الموازنة تحتاج إلى كادر مختص في الاقتصاد، بين قوسين دكاترة اقتصاد يضعون الموازنة، منو من هذه الكتل السياسية اختصاص بذلك؟ نور المالكي كان لديه بسطة في سوريا يبيع محابس وسبح، وكان وكيل لدى الشرطة العسكرية السورية ولديه ضلع في تفجير السفارة العراقية في لبنان، وهادي العامري كان فرار من الجيش
وهرب إلى إيران وكان يقاتل مع الجيش الإيراني ضد العراق. وأعضاء مجلس النواب جميعهم تابعين لهذه الكتل الحاكمة، وين الاختصاص؟ وكل شهاداتهم مزورة. أدنى رسالة من أحد المشاركين، أو لا، هي حقيقة مجموعة من الروابط ومجموعة من يعني التعليقات. عموما الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى. أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم لمن لديه مقطع معين وثق به حالة معينة موجودة في العراق، بإمكانه أن يرسل لنا هذا المقطع عن طريق الخدمة بأرقامها المخصصة والتي تظهر بين حين وآخر في فواصلنا. المقطع الآتي هي مناشدة من المواطن حسين سهر سلطان الخفاجي من محافظة بابل، ناشد الجهات الحكومية باسترجاع ممتلكاته بعد تنفيذ أقاربه دقة عشائرية ضده، ما دفعه للدفاع عن نفسه والتصدي للمهاجمين لتتسبب الاشتباكات في قتل أحد المهاجمين على منزله، ولتقدم القوات الحكومية إثر ذلك بإلقاء القبض على ولده وحكمه بالإعدام، فضلا عن تواطؤها في طرد عائلته المكونة من 6 أشخاص، 4 بنات وأم وأب، ويترك بدون مأوى في الشارع، في مؤشر يدل على غياب القانون والكيل بمكيالين ضد من ينفذ الدقة العشائرية المصنفة على قانون الإرهاب، وبين من يدافع عن نفسه وما يترتب على ذلك من تبعات. لنشاهد. أنا بالنسبة لي عندي قاع وبستان وبيت، والله مرزقني والحمد لله وشكر، ووظيفة عندي كانت، فصارت مشكلة أنا وأخوي، أخوي يدور وياي زلة يريد بس يأذيني، فأنا مبتعد منه. فيوم من الأيام هجم عليه بدون أي سبب، قال أنت تحكي عليه وأنت تحكي عليه وديها، أنا مالي شغل، المهم هجرني من قاعي، أخذ بيتي وقاعي وبستاني وهجرني، قعدت يم أخوي الثاني يبعد عن بيته حوالي 5 كيلوات 6 كيلوات. فاشتكيت عليه، لما اشتكيت عليه هذا السند مال القاع مالتي، هذا شوف السند، هذا السند مال القاع مالتي، كسبت الدعوة ترجع الأرض إلي. أنا من طلعت من المحكمة ب 12:30 رجعت لأهلي، عندي سيارتي راجع لأهلي، وصلت بيت جيراني يبعد عن بيتي 150 متر، حصروني سيارة قدامه وسيارة وراي، 7 خوان اللي هم ولد أخوي حصروني بالطريق، قاموا يرمون عليه بالبيكيسيات وبالبنادق، شردت يم جيراني خلصت سيارتي، خلوها فد مرة كلها زرفت حوالي 11-12 طلقة بيها، الله سلمني ما متت. فابني شافهم، سمع الرمي وشافهم، طلع عليهم رموا عليه، من رموا عليه رجع للبيت ناش بندقية رمى عليهم ما وخروا، وقاموا يرموا عليه تراموا هم ويان كتل واحد من عندهم، اجت الشرطة اخذوا ابني، ابني هاي صورته، هذا ابني علي حسين سهر سلطان الخفاجي من اهالي محافظة بابل ناحية سدة الهندية، هذا حاليا هسه مسجون محكوم اعدام، مسجون ببغداد. مشاهدينا الكرام نستمع الآن إلى رأي السيد حسين من بابل الذي ظهر في المقطع الآن ويتحدث عن مشكلته. سيد حسين حياك الله. حياكم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيد حسين، لك الكلمة، شنو مشكلتك بشكل مختصر لو سمحت، وشنو رسالتك؟ والله أنا رسالتي أوجه رسالتي إلى رئيس الوزراء أولا، نعم، وثانيا أوجه رسالتي إلى وزير الداخلية. القضاء العراقي مشكور رجع لي حقوقي، بيوم اللي طلعنا تنفيذ صارت هاي المشكله الدقه العشائريه على بيتي، نعم، وانا هسه مهجر بدون ماوى، انا زوجتي تمرضت صارت بها حاله نفسيه واخذوها اهلها، نعم، وانا عندي هسه 4 بنات ساكن بالشوارع، الناس تعطف علي، لقمه الخبز ما عندي، الناس تعطف علي، وانا اطلب من الله ومن عندكم توصلون صوتي الى رئيس الوزراء الى وزير الداخليه المحترم، نعم، يدز علي واسولف له وضعيتي السوبية، وهسه املاكي عندهم وانا حاير بعيش الجهالي، لقمه خبز ما عندي. طيب بس سؤال العفو سيد حسين، انه ليش ابنك اللي وقع عليه امر الاعتقال في حين انه ما صار شيء للي هجموا عليكم اقربائكم اللي سووا الدقه، ما صار وياهم شيء حسب ما فهمنا من المقطع؟ نعم، يعني ابني مو رمى عليهم، انقتل واحد من عندهم. طيب وهم بالمقابل رموا عليكم، هل اتخذوا بهم اجراء قانوني؟ كل اجراء قانوني ما تخضعوا عليهم، لان هم زناقيل ويدفعون فلوس، والقضاء متواطئ وياهم، المركز اللي الناحيه اللي احنا بيها متواطئين وياهم، ما اخذوا ولا واحد منهم بالسجن، اجونا انا وابني اخذونا بالسجن، انا ايضا سجنت ويا ابني، بقيت سنه بالسجن ويا ابني، وطلعت انا برا وابني حكم اعدام. نعم، انا هسه اريد من الدوله حقوقي، اريد حقي، اريد بيتي،
اريد بستان اريد ابيع ان اريد اعيش عائلتي، انا يعني الناس تعطف علي وين اروح؟ نعم. يعني انا اربع بنات عندي وساكن الشوارع. اطلب من الله ومن عندكم توصلون صوتي الرئيس الوزراء الوزير الداخلي المحترم يدزون عليه ويشوفون حالتي. نعم سيد حسين، طبعا كان الله بعونكم، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه، ان شاء الله صوتك يوصل وهذه الرساله تصل. واين قانون تجريم الدقات العشائريه وتصنيفها ارهابيه؟ اين هذا القانون؟ لماذا هو قانون انتقائي؟ لماذا يطبق على فئات دون اخرى؟ هل اللي عنده فلوس وعنده علاقات ويا الشرطه او ويا القوات الامنيه محصن من هذه القوانين، والناس اللي ما عندها القدره على حمايه نفسها الا باستخدام السلاح لانه الدوله فالته، يتم بذلك اخذ ابنه وحكم عليه بالاعدام وهو يقوم بعمليه الدفاع عن النفس وهي مشروعه سواء بالدين او بالقوانين المدنيه. طيب الان نصل مشاهدينا الكرام الى فقره الانفوغرافيك. مثل انتشال رفات ضحايا من المدنيين العراقيين الذين سقطوا تحت القصف العشوائي للقوات الحكوميه على مدينه الموصل وبعد أكثر من 5 أعوام على انتهاء العملية العسكرية، مثل صورة عن الكارثة الأخلاقية والإنسانية والسياسية تجاه المدنيين في تلك المدينة العراقية. ويكشف انتشال رفات الضحايا بعد كل هذه السنين الضغينة السياسية التي تكنها الحكومات المتعاقبة لأبناء مدينة الموصل وعدم المبالاة وافتقارها إلى المسؤولية السياسية تجاه ضحايا أبرياء من المدنيين والكارثة التي شهدتها مدينة الموصل. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. صوت مجلس النواب الحالي على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة كردستان العراق والخاصة بتدقيق إيرادات النفط من قبل ديوان الرقابة والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية. ويعول الخريجون القدامى على تمرير المادة 15 التي تكفل توفير درجات وظيفية لهم بعد 20 عاما على تجاهل مطالب توظيفهم. وتفاعل الخريجون القدامى مع وسم التصويت على المادة 15 مطلبنا. نتابع بعضا من التغريدات. حسين يقول: مطلبنا الوحيد هو بتضمين فقرة الخريجين القدامى، لأننا عانينا كثيرا من الظلم وقساوة الحياة عانينا من الحكومات السابقة طيلة 20 سنة. تغريدة من فاطمة تقول: التعيين من حق الكل ولا يجب أن ينحصر لفئة دون أخرى، فالكل لهم حقوق والأولوية يجب أن تكون للخريج القديم كونه ظلم وهمش وعطل لسنوات عديدة. كرار يقول: ليعلم العراق والعالم كله
أننا أكثر فئة ظلمت في العراق على مدار أكثر من 20 عاما مضت من أعمارنا، نناشدكم باسم الإنسانية أن تنصفونا في موازنة عام 2023. حيدر يقول: نطالب كافة الجهات المعنية بالوقوف معنا وإنصافنا، لقد ظلمنا وهمشنا من قبل الحكومات السابقة. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.